مرحبا بكم متابعينا إلى موجز الأخبار، معي أنا إكرام محمد عبد الله. أدانت مفوضية العون الإنسانية اعتداء ميليشيا الدعم السريع على منقولات المساعدة الإنسانية، والذي يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالشأن الإنساني وتوصيل المساعدات للمدنيين. واعتبرت في بيان لها احتجاز شاحنة مستأجرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود ومحملة بأدوية ومعدات طبية في منطقة الشقيق بولاية النيل الأبيض، واحتجاز سائقها سلوكا بربريا يهدف لتجويع المواطنين. وكانت منظمة أطباء بلا حدود ذكرت في بيان سابق لها أن مصادرة المساعدات أمر غير مقبول، ودعت قوات الدعم السريع بتزويدهم بأية معلومات عن مكان وجود سائق الشاحنة وإعادة المواد المحتجزة منذ سبتمبر الماضي. وسط حفاوة وإشادة من المواطنين، تواصل اليوم مشروع التكايا الخيرية تحت رعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا، والذي يستهدف أحياء محليتي أم درمان وكرري، وهي المرحلة الثانية في أقل من أسبوعين. وقالت الجهات القائمة على المشروع إن الفريق ياسر العطا يتابع المشروع ويسعى أن تشمل مظلته كل القطاعات المتأثرة بالحرب، مشيدا بالخيرين الذين ظلوا يدعمون مشروع التكايا الخيري. التقى دكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمعالي وليد شملان مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي تعقد حاليا بواشنطن. وأثنى دكتور جبريل على الدعم الكبير المقدم من حكومة وشعب الكويت لحكومة وشعب السودان في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به السودان. وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين السودان ودولة الكويت بصورة عامة، والعلاقات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بصورة خاصة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على مواصلة الصندوق تقديم دعمه للسودان، خاصة في المجالات الإنسانية، بجانب العمل على طرح مشاريع مشتركة عبر منظمات الأمم المتحدة كطرف ثالث، خاصة في المجال الصحي والتعليمي بحسب الأولويات المتفق عليها. أجرت لجنة ضبط الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة تقييما شاملا لأعمالها منذ صدور قرارات إبعاد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية. وقدم رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي إيهاب هاشم إسماعيل قدم تقريرا للاجتماع حول الأعمال التي تمت في هذا الجانب وإنشاء النيابة والمحكمة المختصة وتكوين الآلية التنفيذية من شرطة الأجانب. وأكد الاجتماع الاستمرار في أعمال إبعاد الأجانب وتحديد مواقع إقامة اللاجئين، خاصة وأن العديد منهم شاركوا في القتال إلى جانب الميليشيا وأيضا في صناعة الخمور والترويج لها. أكد الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف ودعط الله والي شمال كردفان المكلف أن المستنفرين يعدون إضافة حقيقية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى للتصدي لكل أعداء السودان. وقال خلال تدشينه لمعسكرات تدريب المستنفرين بساحة النصر بمدينة الأبيض إن المعركة والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين تعد مصيرية لحسم الحرب التي تم التخطيط لها دوليا بغرض تقسيم السودان ونهب ثرواته. تفقد وليا كسلة والقضارف بالإنابة الأستاذ عمر عثمان آدم والدكتور أحمد الأمين آدم تفقدا بالمستشفى العسكري بحلف الجديدة جرحى ومصابي معركة الكرامة بمنطقة تنبول شرق ولاية الجزيرة. وقدم النقيب عبد الحكم محمد إبراهيم يوسف قائد المستشفى العسكري تنويرا شاملا للوفد الزائر حول عدد الجرحى ونسبة الإصابات، مؤكدا أنه تم توفير كافة الاحتياجات الطبية والعلاجية للمصابين. وأشاد بوقفة أهالي حلف الجديدة ونهر عبرة مع الجرحى والمصابين. من جانبهما أعرب الواليان عن تمنيتهما بالشفاء العاجل للمصابين، مثمنين تضحياتهما الكبيرة في الدفاع عن الوطن بكل شجاعة وإقدام.
وفي أخبار العالم، انتقدت أوكرانيا ودول غربية أخرى مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة مجموعة بريكس المنعقدة في مدينة غازان الروسية، وأثارت زيارته جدلاً واسعاً لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن غوتيريش رفض دعوة أوكرانيا لحضور أول قمة سلام عالمية في سويسرا، ومع ذلك فقد قبل دعوة غازان. وأضافت أن هذه المشاركة تعد اختياراً خاطئاً لا يخدم قضية السلام ويضر بسمعة الأمم المتحدة فقط. يذكر أن غوتيريش انتقد روسيا مراراً وتكراراً بسبب حربها الشاملة ضد أوكرانيا، وتوسطت الأمم المتحدة في مبادرة البحر الأسود التي سمحت لكييف بتصدير منتجاتها الزراعية، وانهار الاتفاق بعد انسحاب موسكو في العام 2023. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري من قناة الشروق، في أمان الله.